السلام عليكم. تم اختراع الطاقة الشمسية منذ حوالي 4 عقود، ويوم عن يوم تتطور هي التكنولوجيا أكثر وأكثر. أصبح هناك العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تم تحويلها للعمل بالأنظمة الشمسية. الاختراع الجديد حول مبردات المياه ومكيفات الهواء التي تعمل بالأنظمة الشمسية وتحقق توفير ما يصل إلى 100% من استهلاك الكهرباء، بالإضافة لإمكانية تخزين الطاقة الكهربائية للاستخدام لنا عن طريق البطارية. تم اختراع مكيفات الهواء ومبردات المياه والسخانات الشمسية منذ حوالي 5 سنوات، ولكن اليوم أصبحت متوفرة بالسوق لجميع المستهلكين. تعتبر شركة Global Access من الشركات الرائدة في تقديم هذه المنتجات في سلطنة عمان والشرق الأوسط. طبعاً عند المقارنة مع تكلفة الأجهزة التقليدية رح تكون تكلفة هاي الأنظمة أعلى قليلاً، ولكن رح تحقق توفير كثير كبير بفاتورة الكهرباء، وبالتالي رح تكون مجدية اقتصادياً أكثر مع مرور الوقت. كل هاي التجهيزات متوفرة بشركتنا وجاهزة للتركيب. خبرونا شو لازمكم وخلوا الباقي علينا. طبعاً تقدروا تزورونا بمعرض الشركة المتواجد في سلطنة عمان مسقط منطقة غلاء الصناعي. والسلام عليكم.